يا مساء الخير مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملاعب الأبطال، البرنامج اللي بنتابع من خلاله كل الاستعدادات والمشاركات لأبطالنا في كل البطولات وأخبار ملاعبنا في كل الرياضات، ومتابعة حية ومستمرة لكل الدورات المحلية والعالمية. ودايما شعارنا في ملاعب الأبطال إن زي ما ملاعبنا كتير أبطالنا أكتر بكتير. ضيف حلقتنا النهاردة الكابتن شريف القماطي، رئيس مجلس إدارة اتحاد التجديف، وحديث عن لعبة التجديف ومستقبلها وطموحات مجلس الإدارة الجديد، وخصوصا إن التجديف واحدة من الرياضات اللي ليها تاريخ كبير وعندنا فيها أبطال. هنتكلم معاه عن كل الأمور الخاصة باللعبة ومستقبلها وأبطالها وطموحاتهم إن شاء الله في الجزء الثاني من حلقة النهاردة. جميل لما نبدأ الحلقة بحاجة إيجابية، بكلمة مبروك، ألف ألف مبروك لمنتخب مصر لسيدات كرة اليد للتأهل لكأس العالم لكرة اليد أو بطولة العالم لكرة اليد لأول مرة في تاريخنا. هتقول لي مبسوط، هقول لك مبسوط جدا للمنتخب ده بالذات، المنتخب ده اللي فضل فترة تقريبا 10-11 سنة لم يكون، وبعد كده تكون المنتخب، وبعد كده قال لك لا حل المنتخب، البنات زعلت ومنتخب مصر البنات اتضايقوا جدا وبدأوا يعملوا مناشدات، قال لك خلاص رجع المنتخب، قال لك مش هيعملوا حاجة ولا هيروحوا زي ما يروحوا زي ما يجوا، ولكن بناتنا قدها. لسه من شوية المباراة خلصانة مع الكونغو صاحبة الأرض والجمهور في دور الثمانية دور ربع النهائي، وبناتنا فازت باللقاء، أو فوزنا باللقاء، يعني وصلنا دور نص النهائي بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، والفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب الأرض والجمهور في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمشاركة 12 منتخب وهم الأفضل في القارة السمراء. قالوا عنهم مش هيقدروا، قالوا عن البنات دول مش هيقدروا، قالوا عنهم ما تقارنهمش بمنتخب الرجال ولا منتخبات الشباب، قالوا عنهم ان هم لا بعيد، ولكن واحدة واحدة بدأوا يتعبوا يمسكوا في حلمهم اللي كان خلاص اتدمر في لحظة. والمجلس اللي كان بيدير الاتحاد، مش مجلس إدارة، اللجنة اللي كانت بتدير الاتحاد كل شوية اعمل منتخب حل منتخب، هي دي المشكلة. ادولهم فرصة، ولما خدوا الفرصة بإيديهم أثبتوا نفسهم وبالجهاز الفني وصلوا للتأهل لكأس العالم لكرة اليد للسيدات. طيب من هناك بقى معانا من الكونغو الكابتن عبدو عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات. ازيك كابتن عبدو؟ ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا إبراهيم، الحمد لله، مبروك لمصر ومبروك للاتحاد المصري لكرة اليد. ببارك لك وببارك لكل البنات وطبعا للكابتن رامي والجهاز الفني، انجاز لاول مره في تاريخ الصعود لبطوله العالم. لا احنا بنثبت للناس ان كره اليد نشاف مصر خير، الناس اللي بتقطع فينا والناس اللي بتهاجم البنات، كل ده كلام اي كلام، ده اخبار شخصيه. الحمد لله احنا عندنا قاعده كويسه جدا، عندنا منتخب اول، منتخب 2006 2008 2010، احنا عندنا ارض صلبه وما شاء الله دي بدايه للاتحاد المصري لكره اليد. البنات كويسين جدا، وبنات مصر رجاله، بنات مصر رجاله طبعا، وانتظروا منهم كتير بعد كده، كمان انتظروا منهم كتير بعد كده، وان شاء الله دي بدايه الطريق ان احنا اول مره في تاريخ الاتحاد المصري لكره اليد بنوصل كاس العالم. الجهاز المصري كابتن رامي وكابتن محمد عبد الكريم وكابتن منى، الناس بتهدف واشتغلت وبقل الامكانيات والحمد لله. يعني ما شاء الله حتى بعد النتيجه دي، انا بس عايز اتكلم في حته الامكانيات، يعني حتى مع البنات دول ما لعبوش مباريات وديه دوليه حتى قبل بطوله افريقيا.
اه ذات وماتش، بس احنا رجاله، بنات الرجاله طبعا، احنا بنقدر نتغلب من اي صعوبات يا استاذ ابراهيم. فعلا فعلا يا كابتن عبده والله، وانا يعني قمه السعاده لما نبدا الحلقه بمبروك وانجاز جديد في تاريخ مصر وفي تاريخ الرياضه النسائيه. يا ريت يا استاذ ابراهيم تشوف حقهم، لان ناس كتير اتكلمت على البنات دي، قالوا مش تابعين وما عندناش بنات، كلام نزل. حصل الاعلام حضرتك تديهم حقهم في الاعلام. واحنا برضو بنطلب من الاتحاد المصري لكره اليد ان يبقى على منتخب مصر للسيدات ويطور ويديهم بقى كمان الاحتكاك اللي بره. المنتخب العام ومجلس الاداره كله ناس ما قدرتش معانا في حدود امكانيات، ما قدرتش معانا والله. دكتور محمد وكابتن عام صلاح ومجلس الاداره كلهم الناس اللي شايفين ليا، واي طلب طلبته عملوه ما عدا الماتشات الدوليه فاكر ما عملناهاش. مظبوط. طيب كابتن عبده، كابتن رامي قريب منك، عايزين نبارك له. خط قطع. هنطلبه تاني برضو معانا، هنحتفل النهارده بانجاز تاريخي في تاريخ مصر، في تاريخ كره اليد المصريه النسائيه. ده احنا جبنا قبل كده برونز بس من سنين، ولكن ما كانش تاهل لبطوله العالم. النهارده البنات دول هيلعبوا بطوله العالم. هيلعبوا بطولة العالم، احنا في بطولة العالم ما بنقولهمش روحوا هاتوا ميدالية، ولا خشوا من الثمانية الكبار، ولا خشوا دول أربعة، لأن احنا لسه بنقول بناء. وبرغم كده البنات دول ما لعبوش ولا مباراة ودية دولية. يعني كل المباريات اللي عملوها عملوها مع فرق مصرية هنا استعدادا لبطولة أفريقيا، فتخيل دول لما ياخدوا حقهم بقى زي الرجال هيروحوا فين؟ انت النهارده بتكسب الكونغو، واحده من تكسبت الكونغو برازافيل، والنهارده بتكسب الكونغو الديمقراطيه صاحبه الارض والجمهور واللي ليها باع طويل في كره اليد للسيدات، وكسبت بايه؟ يعني من فم الاسد 23-22. المباراه اللي جايه مباراه قويه مع انجولا عملاق القاره الافريقيه. انا متاكد ان البنات حتى بغض النظر عن النتيجه هيعملوا مباراه كويسه، بل بالعكس والله ممكن، وانا حاسس ممكن يكسبوه. يا مستحيل، هتقول لي مستحيل، هقول لك فارق كبير جدا. ولكن البنات بتوعنا، اولادنا، بناتنا بجد زي ما قال الكابتن عبده، رجاله لما بيصدقوا حلمهم بيكسروا الدنيا. النهارده شفنا ما شاء الله، احنا قاعدين النهارده بنقول الموضوع لا مش 50-50 ان احنا نكسب او نخسر، احنا بنقول مثلا ايه يعني 10% ل 90% للكونغو، الموضوع هيبقى يكون صعب. ولكن اللي عملوه النهارده ده لا انجاز، انجاز يحترم لكل اللي وقفوا ورا البنات دول وصمموا ان هم يلعبوا بطوله افريقيا علشان يتاهلوا كاس العالم او بطوله العالم. تحيه شابوه لكل بناتنا بصراحه. كنا بالنادي قبل كده بيبداوا بقى نجيب المحترفات ونطلع من هنا بنات تحترف ونقدر نكون منتخب بنات الدوم. الفرصه خدوا الفرصه، بعدين قال لك لا وقفوا، لا ارجعوا تاني، قالوا لا خلاص احنا رجاله هنعمل حاجه، وعملوا. ده المواطن المصري، سواء بقى بنت او ولد، راجل او ست، ده المواطن المصري. قول له مش هتقدر، شوف هيعمل ايه. قول له كده انت مش هتقدر تعمل حاجه، شوف هيكسر الدنيا. وبناتنا فعلا زي ما قال الكابتن عبده، والله العظيم رجاله النهارده، ان انت تقتنص كارت التاهل لبطوله العالم من الكونغو الديمقراطيه في ارضها وتخرجها من الدور ربع النهائي وتصعد انت للدور نص النهائي اللي جاي، والله مش مهم. الانجاز الاول اللي اتعمل الصعود لبطوله العالم، ولكن بقول لكم البنات دول هيمسكوا في ماتش انجولا بايديهم واسنانهم، لان يقدروا، عندهم الرغبه، عندهم الرغبه ان هم يقدروا ان هم يوصلوا حتى للنهائي. شوف في الخمس مباريات اللي لعبوهم من دور المجموعات، لعبوا خمس مباريات، فزنا اربعه وخسرنا واحده. مشوار المنتخب كده هنقوله مع حضراتكم كده، أول فوز كان على الكونغو برازافيل 27-23، الفوز الثاني على الجزائر 28-19، خسارة أمام السنغال فرقة قوية، السنغال برضو يعني السنغال وأنجولا مذبحة القارة الأفريقية في كرة اليد للسيدات، ثم الفوز على كينيا بنتيجة 45-17، ثم الفوز على الراس الأخضر في الجولة الأخيرة 27-24. والفوز النهارده في ربع النهائي اللي بقى ده الفوز الكبير، مشوار مشرف، مشوار بسواعد بناتنا والجهاز الفني واللي صدقوا حلم البنات دول. ودي النهارده ديت نتائج ربع النهائي، تونس 28 مع الكونغو
برازافيل، السنغال 26-19 مع الكاميرون، انجولا فازت 34-15 على الجزائر. يعني كده تونس هتلاعب السنغال واحنا هنلاعب انجولا. طبعا تونس هتبقى مباراة قوية امام السنغال بالتأكيد، ومصر مباراة قوية امام انجولا، بس انت فين؟ انت في نص النهائي وخلاص كده، انت وتونس في نص النهائي. ولكن تونس ممكن متعودين، احنا لسه بنقول يعني ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، وبناتنا قدها وعملوها ما شاء الله عليكم، والله ما شاء الله عليكم. ناس كتير قالت لك مش هينفعوا، مش هيصلحوا البنات، لا كرة اليد البنات بعيد. هو انتوا اديتوهم فرصة علشان تقولوا بعيد ولا قريب؟ يعني انتوا اديتوا للبنات دول فرصة؟ طيب لما خدوا الفرصة عملوا ايه؟ اهو لما خدوا الفرصة قال لك لا احنا قدها، يعني زي ما قلنا مفيش اي احتكاك دولي عملوه، مفيش اي احتكاك دولي الا بس فقط لاعبات النادي الاهلي اللي لعبوا بطوله افريقيا الانديه، دول اللي عملوا يعني، ها لان طبعا النادي الاهلي بيلعب افريقيا انديه، انما بقيه المنتخب ما لعبش دولي، ما لعبش احتكاك دولي. فانت واخدهم من الدار على النار زي ما بيقولوا، ولكن هم قال لك احنا ايه هنثبت نفسنا، وفوز على منتخبات كبيره زي الكونغو مثلا. بالمناسبه قدر انه يفوز الكونغو، بقى الكونغو اللي احنا كسبناها دي فازت على السنغال المرعبه في الجوله الاخيره وتصدرت ترتيب المجموعه بفارق الاهداف. تخيل بقى، فمنتخب مصر اللي حقق يعني كان هو حقق مركز الوصافه في المجموعه، بس عشان ندي الحق لاصحابه لازم نقول ان اللي اتحقق واللي انا شايفه نجاح الفضل فيه لله اولا ثم لبناتنا والجهاز الفني وللناس اللي امنت بيهم، لان اللي زي ما قلنا بنقول ندي كل واحد حقه. احنا قبل البطولة دي قال لك لا مش هنشترك والبنات هنسرح المنتخب، مفيش منتخب. بنات اشتكت وعملت مشاكل، احنا بنقول اللي حصل، احنا زي ما قلنا احنا مراية حضراتكم وحصل كده. طيب بسبب الضغط لا، اعمل يا عم منتخب واطلع. بنات كانت بتلعب الماتشات ده بأداء قوي وخارق، كانوا بيموتوا نفسهم وكان عندهم اصرار ان هم، لان بص هقول لك حاجة، ان لو ما عملوش كده هيقول لك الناس اللي كانت بتقول لك، اقول لك اهو اديكوا عملتوا ايه، اديتهم فرصه، عملوا ايه بالفرصه؟ راحوا اتدلعوا ما عملوش حاجه، ولكن كانوا بيلعبوا بص بسواعد رجال يا ابطال، مش عايز اقول رجاله، بناتنا بنات برضو يعني، بناتنا انسات محترمات وبنات قويات ومشرفات لكل يعني مواطن مصري يفتخر بالبنات دول. كره اليد في مصر بخير، هتقول لي بقى على مستويات، هقول لك على كل المستويات حتى على مستوى السيدات، ان دول بقى هيكونوا هم البوابه اللي هتخلينا نستمر، دول بوابه كده للاستمراريه. في منهم بنات صغار يعني صغارين لسه وهيكملوا، في ناس كبرت منهم، وفي قبلهم اجيال كانت بصراحه عمالقه ما لحقوش يفرحوا بالفرحه الحلوه بتاعت التاهل لبطوله عالم، لان ما كانش في منتخب ايامها، ولكن دول لحقوا. في منهم هيكمل لسه بعد سنين ان شاء الله، يديهم طولة العمر كده ويبعد عنهم المشاكل والاصابات، وفي منهم هيبطلوا قريب، ولكن دول هيكونوا دفعه لبنات مصر بيلعبوا هاندبول ان هم يكونوا في اجيال تسلم اجيال لحين الوصول. وانا بقول لكم نكون من افضل 8 منتخبات على العالم، ونقدر ندخل نص النهائي في بطولات العالم ودورات الالعاب الاولمبيه، وليه لا؟ ليه لا؟ مفيش حاجة مستحيلة. زي كده منتخب الرجالة، الاستمرارية والتخطيط والأسلوب العلمي أساس كل شيء. خطط كويس، اشتغل كويس، اتعب اجتهد، صدق حلمك هتقدر توصل للحلم بتاعك زي ما البنات دول صدقوا. اه والله شفنا إنجاز جديد، لسه 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 كرة اليد النسائية انا بقول لحضراتكم لا هتعمل احسن من كده بكتير في السنين الجايه. بروح كده بعض الانديه، ممكن اعدي اكون في نادي من الانديه اللي موجوده، سواء انديه شعبيه او انديه خاصه، بشوف ما شاء الله اكاديميات كره اليد مثلا، والاقي البنات اكتر من الولاد دلوقتي، البنات بلاقيهم كتير ما شاء الله. فانت عندك قاعده تحت تقدر تشتغل عليها بشكل كويس، تقدر تنميها بشكل كويس، تقدر تطلع بعد كده منتخبات
يعني لا تصد ولا ترد، لا تقهر، زي ما بنعمل كده مع منتخب الرجال. وعندنا كرة يد في مصر على مستوى الناشئين والشباب والكبار في الولاد أو في الرجال، يكون عندنا في البنات. عندنا دلوقتي الناشئات ما شاء الله مواليد اللي أقل من الدرجة الأولى أو من الفريق الأول ما شاء الله برضو ماشيين على خطة ثابتة. نمي بقى القاعدة علشان توصل لمرحلة إن أنت عندك منتخب سيدات بيعمل نتائج زي منتخب الرجال، مرعب. هتقول لي بقى يا عم ابراهيم ده بطوله افريقيا وصلنا نص النهائي وانت احتمال تخسر من انجولا، هقول لك انجاز لاول مره يحصل. بلاش نقول مبروك، بلاش نفرح ببناتنا، ده اول مره تاهل لبطوله العالم، بلاش نفرح، لا لازم نفرح مهما كانت النتائج اللي جايه في البطوله دي، بطوله افريقيه مهما كانت النتائج. ماشي، احنا خلاص كده مبسوطين، احنا مرضيين. انا كواحد مشاهد ومحب لكره اليد انا راضي بصراحه، ولكن انا بقول لك اهو البنات دول مش هيرضوا على النتيجه، هيبقى هيشتغلوا اكتر علشان يعملوا ميداليه او يوصلوا نهائي، وليه لا يقدروا يعملوها. احنا منتظرين كده ان شاء الله. كابتن عبد الوهاب معانا على التليفون عشان نكمل معاه كلام، ومنتظرينه لسه بس يخش معانا، بس طبعا انتوا عارفين الاتصالات بيننا وبين الكونغو الموضوع صعب شويه، ولكن الفكره كلها زي ما بقول لحضراتكم نبني، ابني البناء بالعلم وبالإصرار وبالعزيمة، تقدر توصل لأي هدف أنت عايزه، تقدر توصل لأي حلم أنت عايزه. مفيش حاجة اسمها ما مش هينفعه، ما أنت ما اديتنيش الفرصة. يعني مثلا تقول لي اطلع السلم ده، أقول له أنا كان عايز أطلع السلم ده، تقول لا مش هتقدر. طب أنت قلت لي جرب، أنت اديتني الفرصة. طب لما اديتني الفرصة أنا طلعت ووصلت للدور الأخير أو أعلى دور، وصلت للدور اللي قبل الأخير، لما حاولت وصلت للدور اللي قبل الاخير، بس وصلت لحاجه. فتعمل ايه بقى؟ تبدا تشجعني علشان اقدر ان انا اوصل للمركز الاول، واوصل اكون انا التوب، اوصل انا اكون الافضل. هي دي الحكايه، لازم نقف بقى ورا بناتنا دول، نبدا ندعم علشان خاطر دول امل مصر اللي جاي. وهفكركم لو قلنا بعد 5 6 7 سنين والله أقل، دول ممكن يكونوا من أفضل 10 و8 منتخبات و4 منتخبات على مستوى العالم، لو دعمنا صح ومشينا صح وكملنا معاهم صح. ألف ألف مبروك لكرة اليد المصرية ولمنتخب مصر للسيدات الوصول لبطولة العالم والتأهل لبطولة العالم بعد الفوز النهاردة على كونغو الديمقراطية في بطولة أفريقيا في دور الربع النهائي، والتأهل لبطولة العالم. وإن شاء الله منتظرين منهم ميدالية، حتى لو لم يكن إحنا مبسوطين. مبروك يا بنات، مبروك للجهاز الفني ولكل منظومة كرة اليد المصرية. كل يوم بيكون معانا أسطورة من أساطير الرياضة العالمية، وأسطورة النهاردة هي نافي ساتو ثيام، لاعبة ألعاب القوى البلجيكية صاحبة التاريخ المميز من الإنجازات. تعالوا نتعرف على أبرازها ونرجع تاني. طلبنا من حضراتكم يعني تقولوا مين هيكون افضل فريق او بطل دوري كره اليد رجال هذا الموسم. هنشوف توقعات حضراتكم كده، من سيكون بطل الدوري لكره اليد رجال هذا الموسم. محمد عبد المحسن: المنافسه قويه السنه دي وظاهره صحيه، دخول اكتر من نادي في المنافسه وبجديه، وهو البنك الاهلي ثم سبورتنج، ولكن اللقب لن يخرج بين الاهلي والزمالك رغم المؤشرات الاوليه تنصب لنادي الزمالك.
ده توقع. التوقع الثاني عمران شكوره صح؟ سموحه، بيقول سموحه. طبعا فريق محترم وعامل شغل عالي جدا بصراحه. احمد سرور، توقعي بطل الدوري، بطل الدوري اليد هذا الموسم الزمالك. سيد جوده الاهلي. سعودي ابو العلا، بطل هذا الموسم الاهلي. محمود ووك صح؟ محمود بس صح؟ كوماندو الزمالك ان شاء الله. امال ايه الحروف اللي بتبقى جنب الاسم دي؟ معلش انا ما اعرفش في السوشيال ميديا شويه، معلش. محمد علي بيقول الاهلي. طيب دي كان اخر توقع، ولكن هنا بقى اللي بنتكلم فيه جمهورنا ما شاء الله، متابع المحب. يعني شوف في تعليق يقول لك في شراسه في المنافسه دلوقتي، سبورتنج، البنك الاهلي، سموحه، وده اللي احنا طالبينه في كره اليد. احنا مش عايزينها تقتصر على الاهلي والزمالك بس، كلما زادت قاعده المنافسه زادت قوه المنتخب الوطني، ودي قاعده دايما لازم نحطها قدام عينينا، مش اهلي وزمالك بس ان شاء الله. تفاصيل كتير في اخبار حلقه النهارده، تعالوا نبدا بالعناوين. منتخب سيدات اليد يهزم الكونغو ويحقق تاهل تاريخي لكاس العالم. استعدادات قوية للأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، لأندية الطائرة. الزمالك يشارك في البطولة العربية للكرة الطائرة بقطر. عشرة مصريين في ربع نهائي بطولة هونغ كونغ للإسكواش. استعدادات قوية لمنتخب الاسكواش قبل بطولة العالم للفرق. هزيمة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأوروبي لكرة السلة. فوز سانز ودينفر ناجتس في دوري كرة السلة الأمريكي. مينيسوتا يفوز على فانكوفر في دوري هوكي الجليد الأمريكي. منافسات قوية في كأس العالم لفرق تنس الطاولة بالصين. دي كانت العناوين، فاصل قصير ونعود للتفاصيل. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ودي كرة حلوة قوي قوي. والهجوم الخاطف يا 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 يا. من اخبار الكره الطائره، الفريق الاول للكره الطائره بالنادي الاهلي بيخوض حاليا استعدادات لمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه المقرر بها خلال الفتره من 10 وحتى 15 ديسمبر الجاري في البرازيل. الاهلي يخوض ثلاث مباريات في دور المجموعات، البدايه هتكون امام برايا كلوب البرازيلي يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر، ثم مواجهه قويه امام فريق فولاد سيرجان الايراني يوم الاربعاء 11 ديسمبر، والمواجهه الثالثه هتكون امام لوبي ستيانوفا الايطالي يوم السبت 14 ديسمبر. قائمه النادي الاهلي في البطوله بتضم عبد الله عبد السلام، عبد الحليم عبو، احمد صلاح، عبد الرحمن سعودي، محمد عصران، عبد الرحمن الحسيني، حسام يوسف، محمد رمضان، سيف عابد، محمد عثمان، مصطفى جابر، خالد عادل، اسلام عبد السميع، زياد اسامه،
يوندر جارسيا، كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي خلال مشاركته في البطوله، وان شاء الله يقدم اداء جيد في دور المجموعات ويتاهل للدور الثاني. لسه مع الكره الطائره، الفريق الاول للكره الطائره بنادي الزمالك بيستعد للمشاركه في منافسات البطوله العربيه للانديه، واللي هتقام خلال الفتره من 13 وحتى 26 يناير المقبل في قطر، مشاركة 15 فريق. هم الاتحاد العربي للكرة الطائرة أعلن عن مشاركة 15 فريق في البطولة، وإن الزمالك هيكون ممثل مصر الوحيد، وضمت قائمة الفريق اللي هتشارك في البطولة كل من أو الفرق اللي هتشارك في البطولة هي قطر القطري، الشرطة القطري، الكويت الكويتي، برقان الكويتي، شباب الحسين الأردني، شباب عيرة الأردني، أربيل العراقي، مصافي الشمال العراقي، السيب العماني، السلام العماني، غزة الفلسطيني، داركليب البحريني، السويحلي الليبي، الزمالك المصري، البترول اللبناني. طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك خلال المشاركة في البطولة، وأيضا إن شاء الله يقدموا صورة مشرفة عن كرة الطائرة المصرية ويكون اللقب من نصيبهم إن شاء الله. خلصت أخبار ألعابنا الجماعية، هنروح نتعرف على أخبار الألعاب الفردية. Everything comes down to this moment. Big Bobby! من الاسكواش، ضمن 10 لاعبين مصريين تواجدهم في الدور الربع النهائي من بطولة هونغ كونغ المفتوحة للاسكواش المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات في منافسات الرجال. 5 لاعبين وهم علي فرج ومازن هشام ويوسف ابراهيم وطارق مؤمن ومصطفى عسل. ومواجهات ابطالنا في الدور الربع النهائي هتكون كالتالي: علي فرج هيواجه مازن هشام يوم 5 ديسمبر، يوسف ابراهيم في مواجهة البيروفي ديجو الياس يوم 5 ديسمبر، طارق مؤمن في مواجهة مصطفى عسل يوم 6 ديسمبر. وعلى مستوى السيدات تأهلت كل من نور الشربيني وروان العرابي وهانيا الحمامي وسنة ابراهيم ونوران جوهر. منافسات بطلاتنا في الدور ربع النهائي هتكون كالتالي: نور الشربيني في مواجهة روان العرابي يوم 5 ديسمبر، هانيا الحمامي في مواجهة تيني جيلس البلجيكية يوم 6 ديسمبر، سنة ابراهيم في مواجهة نوران جوهر يوم 6 ديسمبر. كل التوفيق طبعا لأبطالنا في بطولة هونغ كونغ المفتوحة للسكواش، إحدى البطولات البلاتينيوم. إن شاء الله نشوف طرفي النهائي في الرجال والسيدات، يكون الطرفين مصريين خالصين، وهم الحقيقة دايما عودونا على كده، دايما سكواش المصري يعني زي ما بنقول إحنا أصحاب اللعبة ومشفرين لكل بطولات اللعبة. لسه مع الاسكواش، ولكن المره دي مع منتخب مصر اللي بيستعد حاليا للمشاركه في بطوله العالم للفرق رجال وسيدات، والمقرر اقامتها خلال الفتره من 9 وحتى 15 ديسمبر الجاري في هونغ كونغ. وهيكون لاعبي المنتخب متواجدين بالفعل، اللي هم متواجدين بالفعل حاليا في هونغ كونغ، وهتضم وهينضم عليهم فقط بطلتنا امينه عرفي اللي فضلت عدم المشاركه في بطوله هونغ كونغ المفتوحه بسبب ارتباطها بالامتحانات في هذه الفتره. وقائمه منتخب الرجال بتضم علي فرج وكريم عبد الجواد ومصطفى عسل ومازن هشام، وبتضم قائمه منتخب السيدات نور الشربيني وهانيا الحمامي وامينه عرفي وروان العرابي. ومنتخب الرجال هيلعب في مجموعه بتضم منتخبات اسبانيا واليابان، ومنتخب السيدات ايضا هيلعب في مجموعه بتضم اسبانيا واليابان. خلونا نتعرف ونقرب اكتر من مشاركتنا في بطوله العالم للفرق من الكابتن امن الطرابلسي رئيسه الاتحاد المصري للسكواش، طبعا بعد توليها المنصب. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير كابتن ابراهيم. مساء النور. وعايزين كده نتعرف يعني على المشاركه. اول حاجه طبعا انا دايما في يعني رؤساء الاتحادات لما بيفوزوا بالانتخابات انا مش بقول مبروك، انا بقول ربنا يعينكم على اللي جاي. ده حقيقي طبعا. المأموريه صعبه جدا، مسؤوليه كبيره، ربنا يوفقنا فيها، وخصوصا حضرتك في فتره دلوقتي فتره حرجه بعد اضافه الاسكواش للمعترك الاولمبي في لوس انجلوس 28. طبعا احنا الحمد لله البطوله الجايه، البطوله الاولمبيه الجايه هنشارك فيها،
ودي هتبقى أول مشاركة لينا فيها، ف طبعا مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لنا، لأن زي ما حضرتك عارف احنا أبطال العالم في جميع المراحل السنية، فإن احنا نقدر نشارك في الأولمبياد ده حلم أي واحد لاعب سكواش. فطبعا أول ما تأهلنا ليها كان خبر سعيد علينا كلنا، والمنظومة كلها متحمسة جدا ليها. باذن الله. طب كابتن، انا قبل ما ندخل في بطوله العالم للفرق، يعني عايز اتكلم عن الاولمبياد لوس انجلوس. التاهل هيكون عن اول حاجه، هيكون في المنافسه في الفرد، وفرد سيدات ورجال وفرق، ولا هيكون فرد سيدات ورجال بس؟ لا، هي 6 ميداليات فردي. هتبقى فردي بس ايوه. مفيش فرق، لا، ما فيش. والتاهل هيكون عن طريق الرانك العالمي ولا في تصفيات؟ لا، هي لسه ما اتحددتش بالظبط الاختيارات هتكون ازاي، بس طبعا هتبقى خليط ما بين الرانك العالمي وما بين تصفيات قارية، فلسه بس المعروف انها هتاخد من كل بلد 2. هيتم اختيارهم ازاي لسه مش متحددة بالظبط. لسه ما حددوش يعني، لان تبع الرانك العالمي دايما هو بيخص البي اس اي، بالظبط. صح؟ بالظبط، يعني بالظبط كده. ومفروض ان شاء الله كمان 3 ايام هيكون الاجتماع بتاع الاتحاد الدولي، وهيتقرر فيه كل طرق الاختيار. كويس جدا. في ناس كتير متخوفة من الاسكواش في لوس انجلوس. اكيد طبعا، لان في بلاد كبيرة جدا وبلاد كبيرة بدأت تستعد له بقالها فترة، زي الصين وامريكا وكوريا الجنوبيه، بقالهم فتره كبيره جدا بيعملوا استعداداتهم كامله، وطبعا استعانوا بمدربين كتير من مصر، طبعا لان ده حلم اي بلد انها تحقق ميداليه اولمبيه في الكورس. ده طبعا غير المنافسات الفرديه اللي هتكون عن طريق نيوزيلندا بول كول، عن طريق دي جولياس بيرو، اكيد فيه انجلترا طبعا، اكيد الموضوع مش هيكون سهل زي ما الناس فاكره. طبعا يعني، بس احنا الحمد لله يعني ولادنا ما شاء الله عليهم، يعني اجمد واقوى من المنافسين دلوقتي. هي المشكله ممكن من المفاجآت من البلاد التانية اللي احنا فعلا ما نعرفش عنهم حاجه، وهم واخدين الموضوع بمحمل جد جدا. مثلا احنا عندنا في كوريا الجنوبيه اتفاجئنا في البطوله بتاع الناشئين تحت 19 سنه، هو كان المصنف الاول باكستاني اللي هو حمزة خان، وابننا محمد زكريا ما شاء الله يعني كسبه، ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا. لكن فوجئنا ان في النهائي بيلعب معاه واحد من كوريا كوريا الجنوبية. الجنوبية. بالضبط، في الفردي، وكوريا الجنوبية لعبت مع مصر برضو كمان في الفرق، فدي كانت مفاجأة كبيرة جدا، لان دي بلد عمرنا ما سمعنا عنها، وانها تتأهل وتوصل لنهائي بطولة عالم للناشئين الناشئات اللي هي تعتبر اقوى بطولة في المرحلة دي، كانت طبعا مفاجأة كبيرة جدا. ومتوقع أكيد إن الفترة الجاية هنتفاجأ برضو ببلاد كتيرة تانية تستعد، لكن إحنا المفروض من ناحيتنا إحنا كمصريين نطور من استعداداتنا عشان نبقى مستعدين لأي مفاجأة ممكن تحصل. باذن الله طبعا، وولادنا وبناتنا قدها اكيد. ولكن عايز بقى اتكلم على مشاركه طبعا منتخب مصر الفرق، سواء سيدات او رجال، في بطوله العالم اللي جايه. شايفه المجموعه، اعتقد المجموعه في المتناول بالنسبه لمنتخب مصر سواء رجال او سيدات. هي إن شاء الله البطولة مقامة من يوم 9 ليوم 15 ديسمبر في هونج كونج، ودي بطولة عالم رجال وسيدات فرق، ودي أول مرة تقام في نفس الوقت، وده كمان تقام في نفس وقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي. إحنا الفرقة عندنا ما شاء الله قوية جدا، كلها من التوب 10 بلايرز، علي فرج، مصطفى عسل، مازن هشام، كريم عبد الجواد، وده بالنسبة للرجال. وبالنسبة للسيدات عندنا نور الشربيني، هانيا الحمامي، روان العربي بطلة العالم في الناشئات، أمين عرف. تمام. انا بس كابتن امين، انا عايز اسال على حاجه برضو. يعني دلوقتي احنا مش ولادنا مشاركين دلوقتي في واحده من بطولات الورلد سيريس، باستثناء امينه في طبعا في هونج كونج، وهم يفضلوا هناك ويلعبوا بطوله الفرق. الجدول دايما بتاع البي اس ايه على طول مشحون، فهل ممكن المشاركه في بطوله هونج كونج هتاثر على المستوى البدني؟ طبعا هيكون الريكفري، وقت الريكفري ممكن يكون قليل شويه، فياثر على مستواهم في منافسات الفرق. هما طبعا بيقود الفرقة كابتن هشام العطار، وده كابتن قوي جدا وعنده خبرة كبيرة جدا، وهو بيعمل لهم كل الاستعدادات المتطلبة. يعني مثلا كريم عبد الجواد هو
خسر من يوسف ابراهيم، فهو عامل له فتره اعداد نفسي وبدني اليومين دول لغايه ما البطوله تبدا، وهو متابع معاهم كل الحاجات دي. وبرضو الفتره اللي فاتت كان في كذا بطوله زي بطوله سنغافوره وبطوله ماليزيا وبطوله هونج كونج، ومش كل اللعيبه شاركت في كل البطولات استعدادا لبطوله العالم. يعني مثلا تمام. امينه عرفي لعبت بطوله ماليزيا وما شاء الله اخذت المركز الاول، وبرضو في سنغافوره، فهي قررت انها تاخد راحه عشان تقدر تشارك مع الفريق يعني في الفرق. فكل واحد عامل خطه وحاطط في اعتباره الموضوع ده، فكان ليه استعدادات مختلفه شويه هي عشان يقدروا يكملوا من البطوله دي للبطوله دي. ان شاء الله باذن الله طبعا عاده اللقب. يعني عاده اول البطولات بتبقى اللي هي الماتشات التاهيليه بتبقى مش بالقوه دي، مش فبتبقى بالقوه. برضو فبتبقى برضو طبعا عشان احنا فرقتنا ما شاء الله عليها يعني قويه جدا، فبتبقى مش بالقوه دي، فبتبقى فرصه كويسه ان هم يبقوا برضو بيلعبوا ماتشات بس مش ماتشات ثقيله تجهدهم للماتشات المهمه اللي هي بتبتدي تقريبا من الدور الثمانيه. بالتاكيد، وكل التوفيق لمنتخباتنا طبعا ان شاء الله، كل التوفيق للسكواش المصري. دايما بنقول السكواش المصري يعني احنا مشفرين اللعبه على مستوى العالم. وبشكرك جدا كابتن امنه الطرابلسي الرئيس الحالي للاتحاد المصري للسكواش. السكواش واحده من الالعاب يعني او الاتحادات اللي شهدت منافسه قويه في الانتخابات، وقدرت طبعا كابتن امنه الطرابلسي انها تحسم مقعد الرئاسه علشان تبدا ونبدا معاها عهد جديد في اهم دوره انتخابيه للسكواش المصري في اعتقادي. لا بدل، انا قلت الكابتن امين الكلام ده مع دخول الاسكواش ضمن المعترك الاولمبي في لوس انجلوس 2028، واللي منتظرين منه كتير بصراحه. الموسم الانتخابي في الاتحادات الرياضيه شهد صراع ومنافسه قويه، واتحاد الملاكمه كان واحد من الاتحادات دي وفاز برئاسه الاتحاد اللواء مجدي اللوزي. طبعا كاميرا ملاعب الابطال كالعاده موجوده، تعالوا نتعرف على اللقاءات ونسمع اللقاءات ونرجع تاني. الحمد لله ربنا وفقنا في الانتخابات، وهي كانت معركه كبيره جدا يعني تنافسيه، وانا بقول للدكتور عبد العزيز غنيم هارد لك، احنا زمايل واصدقاء، وانت خدت دورك الفتره اللي فاتت، وانا هكمل على اللي انت عملته ان شاء الله في سبيل النهوض برياضه الملاكمه. واحنا في الاول وفي الاخر يعني بنسعى الى تطوير منظومة رياضية في تخصص الملاكمة باذن الله الفترة الجاية. هو ثقة الجمعية العمومية بيمثل لي ما قمت به خلال فترة خدمتي كرئيس جهاز رياضة للقوات المسلحة ورئيس قطاع البطولة دي للقوات المسلحة، وان انا قدمت خلال عملي اكتر من 24 ميدالية اولمبية في مجال الشباب والكبار الفترة اللي فاتت، وانا كنت طبعا عضو مجلس ادارة اتحاد الملاكمة لفترتين متتاليتين، والحمد لله انا عندي خبره كبيره في مجال اعداد الابطال الاولمبيين، وان شاء الله الفتره الجايه باذن الله يعني نكون عند حسن ظن وثقه الجمعيه العموميه للملاكمه. العمليه الانتخابيه دارت بحرفه معينه، والحمد لله كان في القضاء الموجود قضاء محترم وادى كل من كان حقه تماما في هذا الانتخاب العظيم اللي شاهدناه النهارده. بتمثل لي عمل جاد لابد ان يبذل لاعاده الملاكمه كما كانت عليها. الملاكمه انهارت في مصر خلال السنين الماضيه، ولكن احنا النهارده عائدون من اجل ان احنا نعيد الملاكمه الى نصابها الحقيقي. وحقيقه يعني كان احنا عندنا كان باستمرار اعضاء الاتحادات الدوليه وفي الملاكمه وكذا الدكتور اسماعيل حامد، وكنت انا في فتره من الفترات. الكلام ده ليه ما يرجعش؟ ليه ما يرجعش اعاده تاهيل المدربين، اعاده تاهيل الحكام؟ لابد ان احنا نساعد كافه الانديه على المساهمه والمشاركه معانا في كافه البطولات. اللعيب كان بيلعب بطوله واحده بس في السنه، لابد نلعب اكتر من خمس ست بطولات داخل السنه. والله الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، نشكر الله طبعا ونشكر جميع اعضاء الجمعيه العموميه اللي قاموا بجهد مبذول تشكروا عليه، ان افرزوا عن نتائج مظبوطه لناس ناس صاحبه اللعبه. احنا ابطال عالم واحنا مستبعدين بقالنا فتره عن الملاكمه، وربنا رجع علينا حقنا وكسبنا النهارده بفضل الله ثم بفضل المعونه الجامده من الجمعيه العموميه. احنا ان شاء الله، واحنا ذكرنا قبل كده ان احنا هدفنا ان استعاده
امجاد الملاكمه، البطولات الدوليه والعالميه والاولمبيه، وان شاء الله زي ما قال الست اللي هو مجدي في انتظار بطل اولمبي كبير في 28 ان شاء الله، لوس انجلوس 28 ان شاء الله. الف الف مبروك لكل اسره الملاكمه في مصر، وببارك طبعا لكل حبايبنا، والحمد لله يعني القايمه كلها قايمه اللي هو مجدي اللوزي ربنا مكنها ان شاء الله النهارده، وبنوعد بمستقبل مميز للملاكمه المصريه ان شاء الله. اولا احب اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا، النهارده كانت العمليه الانتخابيه قمه الشفافيه، بنشكر اللجنه القايمه على الانتخابات، وبنشكر جميع الحضور، جميع اعضاء الجمعيه العموميه ادوا اصواتهم النهارده بكل حياديه وبكل نزاهه، وكانت العمليه الانتخابيه غير سهله، كانت عمليه فيها نوع من انواع الشد والجذب، يعني الاصوات كانت متقاربه، الحمد لله انا النهارده كسبت ب 15 صوت، يعتبر يعني فرق كويس جدا، فطبعا بشكر كل اعضاء الجمعيه العموميه وبشكر كل ال 15 صوت اللي فيهم اللي دون الثقه الحمد لله، وانا بشكرك جدا وبشكر كل الموجودين وكل الحبايب اللي حضروا النهارده في الجمعيه العموميه، وان شاء الله كل الخير في جاي ان شاء الله. بصراحه يعني تشكيله محترمه من ابطال العالم والابطال الدوليين في اتحاد الملاكمه حاليا، طبعا بقياده اللي هو مجدي اللوزي اللي كان طبعا رئيس جهاز الرياضه العسكري في وقت من الاوقات، واللي كان عامل نتائج كبيره جدا، وكابتن محمد توما طبعا اللي كان بيشغل منصب كبير في الاتحاد الدولي. وبس بسرعه كده تعليقا على اخر لقائين اللي كانوا مع الكابتن علي الشراكي بطل العالم طبعا وبطل العالم العسكري، والدكتور محمود خليفه البطل الدولي الكبير، الناس دي عايزه تشتغل وبتحب الملاكمه قوي وعايزه تعمل حاجه للملاكمه، وربنا كده ان شاء الله يرجع الملاكمه كده يعني لسابق عهدها وافضل، ونعود للصعود على منصات الاولمبيه. بكده تخلص اخبار حلقتنا النهارده، ولكن بعد الفاصل هنستقبل ضيفنا الكابتن شريف القماطي رئيس مجلس إدارة اتحاد التجديف، في حديث مطول عن مستقبل لعب التجديف في مصر وطموحات مجلس الإدارة الجديد واستعدادات أبطالنا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028. انتظرونا في الجزء الثاني من حلقة النهاردة وحديث مطول عن التجديف المصري بعد الفاصل.